غضب لظروف موت غامضة، جثة هامدة على الأرض ترعب بلد إيبولا ليبيريا. أكثر الدول المتضررة من تفشي الفيروس القاتل تفتقر جاهزية التصدي للحمى النزفية رغم الإجراءات الوقائية التي تحاول اتخاذها. هذه الجثة في الشارع لها أكثر من يومين. لقد حاولت الاتصال بالسلطات المعنية من اللحظة الأولى لأخذ الجثة الملقاة في الزاوية، والآن استجابت لطلبنا. إنه موقف رديء. ماضي أوغندا مع الحمى القاتلة بوصفها أول بلد شهد انتشار إيبولا يرفع حالة التأهب في البلاد ويكثف حملات التوعية بالفيروس وتوخي الحذر في منافذها البرية ومطاراتها بفحص المسافرين القادمين إلى أوغندا. عندما يصل الركاب نسألهم أسئلة من ضمنها: هل كنت على اتصال بأشخاص مصابين بإنفلونزا أو نزف؟ هل ذهبت لغرب إفريقيا؟ هل كان هناك أي اتصال بأشخاص مصابين بحمى إيبولا؟ الحروب الأهلية التي لم يمض على نهايتها عقود في الغرب الإفريقي خلفت بنية تحتية غير ملائمة للتصدي للإيبولا. الغرب الأسمر يسعى للتحصن من الفيروس القاتل، لكن عدوى الحمى تفتك بمزيد من الضحايا كل يوم. ميس عمار، العربية.